السلام عليكم، اسمي إياد أيمن شرف، باحث علمي مسجل براءة اختراع في مجال هندسة الطيران سنة 2017 من المنوفية. بدرس حاليا في تركيا علوم الفيزياء والرياضيات. أول حاجة عجبتني في برنامج الدكتور عمرو خالد السنة اللي فاتت كأنك تراه، هو أولا اختيار الدكتور عمرو خالد للموضوع، وهو موضوع الإحسان بشكل عام وأسماء الله الحسنى بشكل خاص. الحاجة التانية كمان الدكتور عمرو خالد بيتميز بأسلوب بسيط وسلس في الشرح بتاع المعلومة، وده أي حد يقدر يستوعبه، وشوفنا ده في برنامج قصة القرآن واحد وقصة القرآن اتنين، مرورا بنبي الرحمة والتسامح والسيرة حياة وانتهاء برمضان اللي فات كأنك تراه. طيب انا ليه حابب اشارك السنه دي في برنامج الدكتور عمرو خالد؟ اولا صحبه الدكتور عمرو خالد هي صحبه هطلع منها بعلم ومعرفه كويسه جدا من خلال مشاركتي في البرنامج. الحاجه الثانيه الناس اللي هتشارك في البرنامج هي ناس من دول مختلفه وفي مجالات مختلفه، وده برضو شيء هيفيدني جدا ان انا اعمل معاهم علاقات كويسه اجتماعيه. طيب انا الاحسان بيمثل لي ايه؟ مبدئيا الاحسان انا بعتبره جزئين، الجزء الاول هو تجربه روحيه ودي بتتم من خلال الذكر والتامل وعباده الله، والجزء الثاني هو تجربه اجتماعيه وده بيتم من خلال مساعده الناس والاحسان ليهم. ده باختصار مفهوم الاحسان بالنسبه لي.